صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في حلقه جديده من هذا الصباح، لقائنا معاكم اللي بيتجدد يوميا على شاشه النيل الاخبار وعلى الهواء مباشره من الان وحتى قبل العاشره بدقائق قليله. صباح الخير محمد. صباح الخير يا نمين وصباح الخير عليكم. ان شاء الله النهارده موضوعنا خفيفه، يعني ما فيهاش كلاكيه ولا عقد شويه، يعني متلائمه مع الصباح كده. تمام. يعني النهارده الازهر الشريف هيكون معانا موضوع خلال هذا الصباح. الأزهر الشريف بصراحة مجهودات بيقوم بيها للتعامل مع الأفكار الخارجة عن الإجماع، الخارجة عن العصر، بيتعامل دائما مع الأفكار المختلفة ومكافحة الإرهاب، الأفكار المتطرفة. المرة دي وحدة جديدة بينشأها الأزهر خاصة بمكافحة، اسمها وحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني. دي وحدة جديدة بينشأها الأزهر، بتأتي في إطار أن الفكر يواجه بالفكر. طيب معنا حوار آخر برضو متماشي مشاهدينا مع، يعني مش هنقول أمراض العصر، ولكن المخاوف اللي ممكن تكون بتواجه ناس كتيرة في هذه المرحلة وهذه الفترة من حياتنا، فوبيا الفشل. يعني الخوف الشديد من أن الواحد يفشل في أي حاجة في حياته، في شغله، في عمله، في دراسته. إزاي ممكن نواجه هذه الفوبيا أو هذا الشعور المخيف بأن احنا ممكن نفشل فنفشل فعلا؟ صحيح. يعني احنا ممكن نكون ناجحين أو في مقاومات نجاح كتيرة بنمتلكها، ولكن شعورنا الدائم وخوفنا الدائم من الفشل ده اللي بيخلينا مش قادرين نستمتع بالحياة ومش قادرين نستخدم هذه المقاومات للنجاح. هنتكلم عن فوبيا الفشل وإزاي الخوف المرضي ده ممكن بيمنع الإنسان من تحقيق أهدافه اللي بيطمح ليها في حياته. إزاي نواجه هذه الفوبيا أو هذه المخاوف ونتغلب عليها عشان إن شاء الله نحقق النجاح في كل حياتنا وعلى كل المستويات. بتقالي ما فيش حد في حياتنا اللي لما بيبقى عنده خوف من حاجة. طبعا أكيد لازم. أكيد يعني بس إزاي برضو أنت تقدر تتحكم في مستوى الخوف ده، في شعورك بالخوف، وما يأثرش بقى على بقية حياتك يعني واستمتاعك بيها. صحيح. التوازن مهم يعني. أكيد. هيكون معنا دكتورة واستشاري الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي، دي حاجة جديدة. هيكلمنا عن إزاي تعرف إن أنت أصلا جواك خوف وإزاي تقدر تقاوم هذا الخوف. أكيد موضوع مهم وبيمس كل واحد فينا. طبعا هيكون معنا الوقفات الثابته المعتاده، وطبعا جولتنا الاخباريه المتنوعه مع حضراتكم، واستعراض عناوين ومنشطات صحف القاهره واخبار الرياضه والملاعب. صحيح. واخبار برضو الاقتصاد هنتعرف عليها زي ما عودناكم دايما في هذا الصباح، ولقائنا معاكم الصبح يكون كده ان شاء الله يعني خفيف ولطيف. وهنبتدي بقى بفقره الرياضه بقى. والايروبكس ومعانا النهارده اخصائي اصابات ملاعب الدكتور محمود مجدي، هيكلمنا عن ايه بقى؟ عن خشونه الركبه. احنا بقالنا امبارح ابتدينا فقرات اصابات الملاعب الخاصه بقى زي خشونه الركبه وحاجات تانية كتير. امبارح ابتدينا اول هذه الفقرات، والنهارده ان شاء الله هيكلمنا الدكتور عن خشونه الركبه، ازاي تقدر تعمل تمارين معينه عشان تتلافى وتتعامل لا قدر الله عنده خشونه الركبه. نشوف بقى ونرجع إن شاء الله نكمل مع حضراتكم هذا الصباح بعد الإيروبكس. صباح الخير، صباح جميل عليكم. رجعنا لكم مره ثانيه، والنهارده لسه مكملين مع بعض عن تمارين الخشونه. وضحنا في الحلقه اللي فاتت اهم التمارين اللي ممكن نعملها خاصه للثباتات اللي حوالين الركبه، وعملنا ازاي نقدر نعمل تحفيز للعضلات سواء كان للاماميه او للخلفيه او للسمانه. وضحنا ان ممكن نعمل الموضوع دوت بمخده صغيره او بفوطه او بايدي وات ايفر. النهارده ان شاء الله هنوضح التمارين اللي ممكن نعملها بمقاومه سواء كان باسك او بوزن رمل، وازاي هنقدر ندرج في الاوزان عشان نقدر نعمل تقويات كويسه للاماميه بصوره كبيره ان شاء الله. معنا كابتن احمد سمير هنوضح عليه اهم التمارين دي. اتفضل يا كابتن احمد. واحنا قاعدين ركبتنا مفروده قدام، وبنحط الاستيك فوق الركبه اول حاجه،
بنشد الاماميه جامد ويبتدي ان احنا نطلع برجلينا لفوق واحنا بنقاوم الاستيك ونطلع وننزل 10 في 3 او ممكن نطلع ونثبت 20 ثانيه 3 مرات ونحاول ان احنا بعد كده نغير في التمرين بتاعنا. ده اول تمرين. التمرين الثاني ان انا بطلع وافتح رجلي لبره جامد وارجع تاني واعملها برده 10 في 3. ده تمرين طبعا بيبقى مهم جدا لان هو بياخد الفاسوس لاتراليس او الجزء الخارجي بجانب جزء من العضله الخارجيه. برده من ضمن التمرين المهمه ان احنا بننام على جنبنا، ننام على جنبك وبنعمل رجل عكس رجل في البوزيشن ده. اثنين ركبتك دي حاجه بسيطه ودي مفروضه كده، وابتدي ان انا اخلي ركبتي مفروضه للاخر واطلع وانزل لفوق. طبعا براعي في التمرين دوت ان انا ممكن احط مقاومه ايدي او احط وزن رمل عشان خاطر اشغل الادكتور ماسل او الضمه، لان هنا الاستيك مش هيبقى ليه عامل خالص في التقويه بتاعه العضله الضمه اصلا. بعكس التمرين، بنام على جنبي، خلي وشك ليا، بنعمل نفس التمرين بس لبره، وساعتها بيبقى بمقاومه الاستيك. بنعمل برده 10 في 3، ممكن نعملها ثبات وممكن نعملها حركه برده 10 في 3 3 مرات عشان خاطر نقوي العضلات اللي حوالين الركبه كلها. من ضمن التمارين المهمه برده ان احنا بننام على ظهرنا، نام على ظهرك، ونبتدي ان احنا نعمل حاجه اسمها تمارين رينج اوف موشن او تمارين مدى حركي. ان بيبقى البيشنت او الحاله لابس شراب او تحتيه حاجه حرير، حاجه بتزحلق، ونبتدي ان احنا نطلب منه ان هو يثني ركبته على الارض ببطء قدر المستطاع لغايه قادر مدى قادر يوصل له ويرجع يفردها تاني، بس يبقى مراعي ان كعب رجليه على الارض، يعني بيتزحلق على الارض وهو طالع ببطء لغايه اخر مدى قادر يوصل له في الم، ويبتدي ان هو يرجع تاني ببطء ويعملها برده 10 مرات في 3 مجاميع. برده من ضمن التمارين المهمه ان احنا بنحرك نشط رجلينا قدام وورا في البوزيشن دوت، هو ركبته مفروده يحركها قدام قوي وورا قوي قدر الامكان عشان خاطر يحفز القاف ماسل او السمانه، فبالتالي بيخلي العضلات كلها اللي حوالين الركبه يبقى فيها ثبات اكتر، فالضغط اللي على الركبه يقل مع الوقت. برده من ضمن التمارين المهمه ان احنا نبتدي ان احنا نشتغل على جهاز الليج بريس، جهاز الدفع، وبنعمل زاويه صغيره خالص بتبقى رجليها 2 11 و7، ونبتدي ان احنا نعمل 10 في 3 ونكررها برده 3 مرات. برده من ضمن التمارين المهمه ان احنا نشتغل على جهاز الضمه والخارجيه او الانسايد والاوتسايد او الادكشن والادكشن، وفي جهاز ثاني مهم اسمه مالتي هيب برضه بنستخدم فيه تقويه لكل العضلات بتاعه الرجل واحنا واقفين، فبالتالي الركبه مش بتتني خالص. من ضمن الاجهزه اللي لازم ما نلعبش عليها زي الجهاز الاماميه وجهاز الخلفيه، خاصه الجهاز الخلفيه لو انا نايم على وشي، انما لو انا قاعد على الجهاز الخلفيه وبتني ركبتي اللي تحت في الوضع دوت، ده بالنسبه لي سيفتي برضه ما فيهوش مشكله، خاصه بعد 90 درجه ما فيهوش اي مشاكل، بنقوي العضله الخلفيه فيه وفي نفس الوقت بيثبت الركبه بسرعه اكبر، فبالتالي الضغط على الركبه يقل وبالتالي الخشونه اللي عندنا تقل ان شاء الله. أشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله نتكلم عن إصابات تانية كتير. أشوفكم على خير، السلام عليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح، هنبتدي معاكم جولتنا الاخباريه المتنوعه بالصالون الثقافي اللي نظمته مؤسسه دار الهلال، وده كان بحضور الدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحه وعلاج الادمان، وايضا شارك في هذا الصالون اعضاء من المجلس القومي للمراه وايضا مجلس النواب، والهدف الاساسي من الصالون كان عرض اخر المستجدات المتعلقه باحصاءات الادمان ونسبه الشفاء اللي حققها الصندوق. العنوان الابرز لهذا الصالون الثقافي في هذا الاسبوع هو معا لمواجهه الادمان لحمايه الابناء واجراءات الكشف عن الادمان بين موظفي الدوله. خلينا نتابع هذا التقرير. نظمت دار الهلال ندوه حول مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، واستعرضت المجهودات المبذوله الراهنه في خفض الطلب على المخدرات. احنا لما اعلنا ان عدد المتعاطين في مصر في الشريحه العمريه من 15 ل 60 سنه كان تقريبا 10%، ما خجلناش يعني الحقيقه قلناها بكل صراحه، واتكلمنا ان عدد المدمنين في مصر بيصل الى 2%، وطبعا في فرق كبير ما بين التعاطي والادمان. الادمان بمعنى الاعتماد النفسي والجسدي على الماده المخدره، يمكن 2014 ابتدينا ان احنا نضع خطه مصر في مجال مكافحه الادمان وفقا لبحث قومي متكامل لمواجهه مشكله الادمان.
وتم اعتماد الخطة القومية لمكافحة المخدرات في عام 2015 اعتمدها مجلس الوزراء. حملات التوعية التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أدت إلى زيادة نسبة الاتصالات الواردة على الخط الساخن إلى 400%، كما استفاد من خدمات الخط الساخن 106,000 مريض إدمان خلال العام الماضي. هذا العنوان الذي نحن بصدده الآن في صالون مجلة حواء، هذا العنوان في منتهى الأهمية، لأن الأرقام اللي أعلنت أو أذيعت في هذا الصالون أن 10% متعاطين في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 سنة، كان لابد أنه يتم الوقوف أمام هذا الرقم ولابد من مواجهته. دور الفن لا، مش كفاية، ما زال برضو عندنا مشاهد الشيشة والسجاير والخمور بكثرة. وبعدين هم بيقول لك ما بيوضحوش ليه الراجل ده بقى مدمن، يعني بنخش عليه مدمن مرة واحدة، طب وإيه اللي خلاه بقى كده؟ إيه الأسباب عشان تتعالج؟ هل هي أسباب اجتماعية؟ هل الأسباب اقتصادية؟ هل أسباب النوع؟ إن هو ده لا مجتمع ذكوري. الندوة استعرضت أن 79% من الجرائم تقع تحت تأثير تعاطي المخدرات، ما يستدعي تكاتف كل من الأسرة والمدرسة والإعلام في مواجهة مرض الإدمان. حوار مجتمعي للوقوف أمام إدمان المخدرات كونه لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، بتوصيات بضرورة الكشف المبكر والسرية في العلاج في بعض الحالات، خاصة بعدما وصلت نسبة الإدمان في بعض الوظائف إلى 10% من نسبة العاملين. رمضان المطعاني، النيل. يمكن اعتقد الادمان بقى فيه ادمان مختلف، يعني فيه امور اخرى خاصه بالادمان وسائل حصل الادمان. الادمان ما بقاش بس تعاطي مخدرات او يعني حاجات ملموسه كده، لا ممكن فعلا يكون ادمان مشاهده تلفزيون، ادمان موبايل، يعني فعلا حاجه صعبه، يعني ربنا ان شاء الله عايزين نعملها صندوقي برضه. نطلع معاكم ونشوف اخبار الطقس ودكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. أيوة. أهلا بيك يا دكتور. إحنا شايفين إن الحمد لله في تحسن في درجات الحرارة، الموضوع إن شاء الله هيستمر معنا ولا هيكون في انخفاض لسه جاي إن شاء الله في درجات الحرارة؟ لا، هو النهاردة حصل انخفاض عن أمس ما بين درجة ودرجتين، وأيضا نشاط الرياح كان حسسنا إلى حد ما بهذا الانخفاض، مع فرص الأمطار الموجودة على الساحل الشمالية وعلى بعض محافظات الوادي البحري وتصل حتى الى القاهره، ايضا على جنوب سيناء. لكن ان شاء الله من بكره تبدا اعتدال في الاحوال الجويه وتبدا درجات الحراره تعاود ارتفاعها التدريجي، يعني ان شاء الله يعني القاهره النهارده 20، يوم الاربعاء توصل ل 24، يبقى ان شاء الله بناخد ترفع تدريجيا من غدا ان شاء الله درجات الحراره. هتبقى في الارتفاع يا دكتور بقى، يعني بنتكلم 24 وتزيد مع الوقت؟ هترفع بقى، تبدا تزيد مع الوقت ان شاء الله، ونرجع بقى ل وهو على فكره هو ده الطبيعي بتاع الربيع في مصر. بس ان شاء الله مش هيكون في رياح تانية مثيره للرمال والاتربه ولا الفرص برضه مثلا؟ لا، احنا في فصل الربيع يعني ممكن نشاهدها دايما، يعني هي بس بالنسبه لهذه الموجه اخرها النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. طب بالنسبه للشبوره وحاله الطرق السريعه يا فندم؟ طبعا طبعا النهارده نتيجه نشاط الرياح ما فيش شبوره، لكن من غدا نبدا نتكلم بقى على الشبوره انها اللي رايحه فين. وحاله البحرين مستقره دكتور؟ لا، هي نشاط الرياح ده مأثر على البحرين والملاحه في البحرين. طب الدرجات المتوقعه دكتور ان شاء الله؟ طيب احنا بنشكر حضرتك، يبدو اننا فقدنا الاتصال مع دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. على الاقل عرفنا القاهره، يعني القاهره الجو معتدل، بالتالي هتبقى من بكره 24، والنهارده الجو الحمد لله معتدل اهوت، بالليل بس يبقى في شويه بروده. دايما بتسالي على حاله البحرين. حاله البحرين بيهمني جدا، علشان برضو عمليات الصيد صح. والله علشان عمليات الصيد والملاحه بالنسبه للاماكن الساحليه والمدن الساحليه. صحيح. هنطلع على واحد سيوة، بالتأكيد بنتكلم على الطقس المعتدل واللي بتمر بيه مصر دلوقتي. مصر دلوقتي بيبقى قمة التواجد السياحي فيها في هذا التوقيت، فصل الشتاء وفصل الربيع، بيبقى فيه تواجد سياحي كبير. واحد سيوة من الواحات اللي دايما بيبقى عليها إقبال من قبل السائحين، يعني في ناس
اللي نعرفه من ملك اسبانيا، في ناس دايما ليهم معاد سنوي بييجوا يزوروا واحد سيوه. واحد سيوه بتستضيف في المؤتمر السياحي الدولي الثاني بعنوان التطوير المتوازن لواحد سيوه على خريطة السياحة العالمية، وده هيكون في الفترة من 26 ل 28 مارس. زي ما قال محمد، واحد سيوة بتمتلك العديد من المقومات مش بس السياحية ولكن البيئية، يمكن هي محتاجة المزيد من التركيز والاهتمام مش بس من الحكومة أو الدولة، لا من الإعلام. محتاجين نبرز جمال هذه المنطقة وكم المقومات اللي قلنا موجودة فيها، علشان برضو المصريين المتواجدين يعني يعرفوا قد إيه هذه الواحة جميلة جدا، وممكن يكون في ليها زيارات ورحلات مدرسية أكيد هيستفيد بيها طلاب وتلاميذ المدارس، وحيعرفوا قد إيه المنطقة هناك جميلة جدا. تفاصيل أكثر مشاهدينا حول المؤتمر السياحي الدولي الثاني في واحد سيوة في سياق تقريرنا التالي. تشرق الشمس فوق واحة سيوة الواقعة على بعد 600 كيلومتر من القاهرة، وفجر يوم جديد بالنسبة لصناعة السياحة في المنطقة أيضا، حيث تشكل واحة النخيل هذه ملاذا هادئا في وسط الصحراء إلى جانب عين كيلوباترا أشهر ينابيع سيوة الطبيعية. فمع تزايد أعداد السياح في مصر، يركز صناع السياحة في سيوة على أهم ما يميز سيوة عن المنتجعات الكبيرة المعتادة في مصر، فهي بالنسبة لمحبي الطبيعة من أهم المقاصد السياحية، حيث يتصف موقعها بالهدوء. إنها مثل الأكسجين تحت الماء، لم أزر واحة في حياتي، ليست واحة كبيرة ولا يوجد شيء حولها على الإطلاق، وفجأة تهبط في هذا المنخفض. فقبل عقدين من الزمن كانت سيوة مقصدا للسياح الأجانب لتجذب زوارا مثل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وملكة بلجيكا. الواحة أيضا مكان لاستضافة المسافرين، لأن المسافرين عبر الصحراء يحتاجون إلى مكان للراحة، وقد كانت الواحة دائما مكانا لراحة المسافرين. لذا فإن أهم ما سعينا إليه كمستثمرين في مجال التنمية المستدامة هو أن نوجه أنفسنا نحو مجال الضيافة، ولهذا كان علينا أن نتوصل إلى منتج الضيافة الذي يثمن الأصول الطبيعية للواحة ويقيم أصولها الثقافية ويشرك السكان المحليين فيما نقوم به. وتعتمد السوق على المنتجات محلية الصنع مثل الأوشحة والسجاد والأساور، والتي تعد مصدرا مهما للدخل بالنسبة للعائلات. مصدر أكل عيشها كله بالشغل اللي هو الهاند ميد، كل واحدة مخصصة لها شغل. يوم ما تكون في سياحة معناتها ستات سيوة كلها تشتغل، فإحنا يعني بصين عشان ست وبنت كله يشتغل، ما يبقاش في حد ما عندوش شغل. وتشتهر جزيرة فطماس بكونها مكانا لاجتماع السياح لمشاهدة غروب الشمس، وقد استقبلت الواحة أكثر من 5000 سائح في عام 2018 للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة. ومن واحد سيوة والمؤتمر السياحي الدولي الثاني اللي بتستضيفه، هنروح لمحافظة الإسكندرية ومعرض الإسكندرية الدولي للكتاب اللي هيتم افتتاحه النهاردة إن شاء الله في دورته 15، وبيستمر حتى 7 إبريل المقبل، وهيكون بحضور الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية وهو ضيف شرف المعرض، وأيضا الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد كبير من الشخصيات العامة بتحضر هذا المعرض، معرض الإسكندرية للكتاب. يعني إطلالة ثقافية دولية بينتظرها أهل الإسكندرية من العام للعام، وأيضا في حضور عربي موجود في هذا المعرض الدولي اللي بتستضيفه إسكندرية في دورته 15. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المعرض ورسالته، الدول اللي إن شاء الله هتكون موجودة في معرض الإسكندرية للدولي للكتاب، مع الدكتورة هدى الميقاتي نائب مدير مكتبة الإسكندرية والمسؤول عن المعرض. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. يعني في البدايه بنهنئ حضرتك باقامه المعرض هذا العام، وعايزين نعرف ايه الجديد اللي بيحمله معرض الاسكندريه في دورته الحاليه.
الحقيقة معرض السنة دي بيحتفل في 15 سنة على في دورته 15، بنحتفل ب 15 سنة على افتتاحه، وبيشرفنا السنة دي ضيف الشرف زي ما حضرتك تفضلت دكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية. عندنا أكتر من 50 دار نشر مصرية وعربية، وعندنا أجنحة لدول عربية زي الكويت والإمارات وسوريا معانا السنة دي وفلسطين، وعندنا برضو هيئات حكومية وعربية زي عندنا وزارة الآثار، عندنا الأكاديمية، عندنا المجلس القومي للصحة النفسية والمركز القومي للترجمة، وطبعا مؤسسة الأزهر اللي بتحرص كل سنة إنها تشارك معانا في المعرض، وإحنا بنعتز جدا بمؤسسة الأزهر ومشاركتها، وبتاخد جناح كبير جدا وبيبقى عليه إقبال شديد، لأن طبعا مؤسسة الأزهر بتمثل الوسطية والاعتدال، وهم دايما الحقيقة بيبقوا حارسين اللي هم يكونوا موجودين معانا. والمعرض السنة دي الحقيقة بيصاحبوا برنامج ثقافي مليء بالفعاليات، عندنا يمكن أكتر من 160 حدث ثقافي على مدار فترة المعرض، بين فن وأدب وعلوم وشعر وقصة ورواية وفكاهة ومسرح يعني، وبيشرفنا عدد كبير من الحقيقة المتحدثين. ويمكن النهاردة في الافتتاح هيكون معانا لقاء مفتوح مع الوزير الأسبق للثقافة الفنان فاروق حسني النهاردة الساعة. طيب دكتورة هدى، كمان السور الأزبكية هيكون ممثل في أجنحة المعرض في دورته الحالية، أهمية أنه يكون بالفعل سور الأزبكية ممثل في معارض كتاب كلها في مصر تقريبا؟ سور الأزبكية الحقيقة بيلاقي إقبال دايما عندنا في المكتبة، لأنه في معرض الكتاب اللي بنعمله، لأنه بيقدم الكتاب بسعر في متناول الجميع. صحيح. والشباب الحقيقة بيبقى الجناح بتاع الأزبكية، والسنة دي احنا عملنا لهم الحقيقة مساحة كبيرة جدا، بيعليه إقبال يعني مش عايزه اقول لك ان احنا بنبقى مش عارفين نعمل ايه في الاقبال اللي على سور الازبكيه. أكيد. فاحنا بنحرص كل سنه ان يبقى معانا سور الازبكيه ممثل علشان نقدر نتواصل مع الشباب اللي موجودين. هو بصراحه بيبقى ليه رحيق طابع خاص سور الازبكيه اما يكون موجود في اي معرض خاص بالكتابه. وحتى طريقه العرض بتاعتهم مختلفه عن طريقه العرض بتاعه الناشرين الاخرين في معرض الكتاب، وحاطين الكتب والشباب بيخشوا، وطريقه تواصلهم يعني الحقيقه متميزين، واحنا ده بيبقى الجناح المتميز عندنا عن معارض الكتاب الاخرى يعني. وحقيقه المعرض كله متميز يا دكتوره، بس انتوا اخترتوا لسه نادي معهد المخطوطات العربيه ضيف شرف. والله احنا قلنا ان زي ما احنا دايما كمكتبة اسكندرية بنهتم بالمستقبل وبنهتم بنشر الثقافة العلمية، لازم برضو نهتم بنشر الوعي التراثي في الجيل الجديد، واخترنا معهد المخطوطات العربية عشان يبقى ضيف شرف لمعرض اسكندرية الدولي للكتاب، عشان نرسخ أهمية التراث عند الشباب، وطبعا تقدير لدور المعهد في إحياء التراث العربي ونشره، واللي ما يعرفش دي ما يعرفش مستقبله، فيعني ده كان التوجه لاختيار معهد المخطوطات العربيه. اكيد طبعا احنا طبعا بنتمنى لكم كل النجاح ايضا والتوفيق في معرض الاسكندريه للكتاب في دوره هذا العام. شكرا جزيلا الدكتوره هدى الميقاتي نائب مدير مكتبه الاسكندريه والمسؤوله عن المعرض. بالتالي يعني محتاجين نروح اسكندريه عشان نحضر المعرض، عشان نحضر يعني المعرض. لا هو الجميل كمان انه ما بقاش الموضوع مقتصر على معرض القاهره الدولي للكتاب اللي موجود في العاصمه، اللي طبعا الملايين بيزوروه بينتظروه سنويا، لان يكون عندك معارض في مدن مختلفه ومحافظات مختلفه في مصر، ده شيء جميل وهائل يعني، توجه جميل. بالتاكيد احنا لسه مع الدول العربيه ولسه مع اجواء الربيع كمان. هنروح للاردن. الاردن كل عام بيعملوا معرض لكرنفال الزهور، وده بيتم للسنه الثانيه على التوالي. 20,000 زهره من مختلف الاصناف بتكون في استقبال الزوار القادمين من مختلف مناطق الاردن. الزوار قاموا طبعا بالتجول في الموقع وشراء الشتلات والشتلات الزهريه، وده طبعا بينعكس ايجابا على تسويق المهرجان اللي في الآخر بتكون الفايدة الأساسية عايدة على المزارعين ومنتجي الزهور. والكرنفال بيشتمل على العديد من الفقرات أيضا الفنية والتراثية وفعاليات كمان ثقافية وشعرية، مش بس يعني عرض للزهور، وبيستمر حتى نهاية شهر إبريل القادم.
احنا بيتعمل عندنا معرض هنا برضه مش عارف اتعمل ولا لسه. في الأورمان. في الأورمان. في الأورمان معرض الزهور بيبقى جميل جدا جدا يعني، بيبقى حاجه مبهجه قوي زي بالظبط كده برضه المعرض المختلفة. اللي في بص الاطفال ويعني ومن الأردن هنروح لدبي وعروض موسيقية حية في عدد من محطات المترو في دبي، طبعا أدخلت تغيير كبير على الروتين اليومي المعتاد للركاب اللي بيكونوا منتظرين المترو الخاص بيهم في مختلف المدن الخليجية، وتحديدا زي ما قلنا احنا بنتكلم دلوقتي عن دبي. اللي احنا شايفينه دي محطة المترو مش مسرح ولا أي حاجة تانية. انت حضرتك تتفاجئ انت داخل المترو وحد بيعزف لك، بتالي الموضوع ده عرض فني بيبقى جميل جدا يعني، والله بيخليك يعني كده تغير مودك تركب المترو وتستنى المترو. بس انا اعتقد انه يعني انه ان شاء الله ممكن برضو في يوم من الايام هنشوف ده برضو في مصر. لا لا كان في حاجه هتبقى برضو يكون ليها صدى لطيف جدا ان شاء الله عندنا. الشعب المصري بطبعه يعني بيحب الفن والثقافه والغنى صحيح في مصر هنا، بس كانت مجهودات فرديه يعني. كان هنا كان في شاب كان اسمه مطرب المترو كان بيقف معروف في ساعه معينه بعد ما خلص معهد الموسيقى العربيه بيجي يغني حاجه جميله. ممكن ده يكون على نطاق اوسع بقى يتعمل في مكان الشباب بتوع فنون جميله فنون موسيقيه تربيه موسيقيه كانوا دايما وهم راجعين من الكليه راجعين المترو كانوا بيعزفوا دايما زي ما احنا شايفين. يمكن المهرجان ده بيشارك فيه 25 فنان في عروض من 15 دوله مختلفه، بالتاكيد كل ده بيعكس كل فنان بيعكس ثقافة بلده من خلال الموسيقى اللي بيقدموها للجمهور في مترو الأنفاق في دبي. العروض بالمجان على فكرة. طبعا اكيد يعني هي بتذكرة المترو عليها كل حاجة. طيب احنا هيكون لينا وقفه دلوقتي مشاهدينا مع اخبار برضو الرياضه والملاعب، اخبار الرياضه صحيح تنتظرها العديد من عشاق الرياضه. ده وقتنا دلوقتي، ميرفت المليجي هتكون معاكم دلوقتي وابرز واهم الاخبار الرياضيه.